السلام عليكم. عليك السلام ابو رجال. يا هلا. خذ يا ابو حسين، مساك الله بالخير. والله هذا دخيل على الاصفر وبني عطيه ماخذ نياقه ووده الحق منك وده يحولك على القاضي ربيعان بن سلمان. ترضاه يا انت يا الدخيل؟ والله انا علمت ان فيه دخيل عندكم وداخل على ابن حامي على ابن عطيه كافه انه يطلب الحق من سليمان الربعي في نياق له. ولا يا ابو سليمان نياق هذول انا ما نجاحدهن ولا مريد شاهدهن. هذول نياق طبن علي في الحماد وانا مضمي ان سمعت بين طبوبها الامطار والعربان دورت الربيع وانا ظلت على الدار بدون رحوله. عجل انا شلت عليه للبل هذه ان سمعتهم. لاحق ربعي في الحماد ادور المربيع جاتنا سحابه وقشتهن. والله هذا امر الله مع انه مطار. يا ابو حسين والله حنا سمعنا هرجتكم كان هرجك ولا هرجه الدخيل. وابن حامي وابن عطيه سمعت محولينكم على القاضي وسلمت طوله. حياهم الله. ابن حامي محولهم علينا وان شاء الله ان نفكهم وما نحكي غير ايمانه والحق نديه. سمعت وحياهم الله ويبدو بحججهم البادي منهم. البادي ابو سليم اول حق. يا ابو حسين مساك الله بالخير، وش تقول فيها بعدين الدخيل؟ والله ما اقول دخيل الشيخ ابن حامي. والله ما اقول دخيل ابن حامي ودخيل نواحي وما نقول فيه حق شيء كان وما هو مجحود حقه. قدم رزقه عند رزقتين نواص وارده رزقنا واردات بس ورد حججكم. يا قاضي العرب يا فكاك انشر اجيك هدي واثني قديمه تنقطع حاجات الا بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم على النبي. اذكر اللهم مال الدخيل اللي دخل على الشيخ الاصفر صليت على النبي اللي تعرضه ابن عميه ومن مفلاه وداه المهفاه اللي يوم انه قضى حاجته ما حفظ مال الدخيل صليت على النبي. ان شاء الله اني يوم اني لزمت ما لجيبك اني لخليه شيء نغرق ونار نتحرك. صليت على النبي وانه غريب يحكي جرمهن وغرمهن وحشت الرجل بليم عند الرجل بليم. منت بليم منت بليم ورد يا وش من عندك يا سليمان يا فكك من النشر اجيك هدي وثني من عند قديم وتنقض الحجات الا بصلى على النبي. اللهم صل على نبينا محمد. وش من عندك الرجل اللي بالحماد اللي ما عنده غير الطيور الطايره. والله ربي رزقني فيها البل همل. والله الديره محل علينا ان سمعت وعز الله اني شلت عليهن وقفيت ولحقت المربيع وجاتنا سحابه واخذتهن سبب الله وقداره. ان سمعت ما اني اقوى من حيل الله وان شاء الله اليوم يوم اني حديته وعلى فراشك ثنيته بالرجل هذا اللي اول مره جاني وقلت له تخير من السوق وانا ادفع. ان سمعت نياق محل نياقه يا تقبل ثمنهن وان شاء الله اليوم يوم اني حديته وعلى فراشك ثنيته وبالحق العالي اعتليته واخذت عليها الكفيل. ان سمعت ان يسلم من شلواهن وبلواهن اللي يا نصيح الهبن الريح. ان سمعت اللي ياخذ ثمن الياقه ان سمعت يوم اشتري محلهن. ان سمعت وان شاء الله اني اليوم اسلم من شلواهن وبلواهن اللي مطلبني ما هو بثمنهن مطلبني بغرم وجرم. وان شاء الله اني اليوم اسلم من غرمهن وجرمهن من عند اللي يدعي وبحق الله العلي يرتجي زين وحق زين هرجك ورد حق البليم عليك وبين علي انت رجل البليم عند رجل فيه فهم وانك ما انت ولا بليم. اول ما جاء الله وسلامتك اول ما جاء ابو سليم ويقولوا وش من عندك بالمال بلبل اللي وخذها الرجل وشلها وفلها وقضى حاجته عليها واطلقها وهفت اللي يحق السلام لا علم ولا خبر. والله شايف وسمها ورسمها وانه عارف انها حلال ابن عمه وهفاه. سمعت من مفلاه المهفاه ان شاء الله من عندك اني لالحق عليها غرام وجرام اللي شاف وسمه اللي هو اسمه ان شاء الله اني لغرمه واجربه. وجاء الربعي قال وش من عندك بل اللي مقتطع. والله جاب لي هلبل والله وشلت عليها ووصلت اللي ودي اياه. سمعت والله جاء راح انا بسبب الله واقداره. والله وجاني ابن عمي ولا قصرت بواجبه اللي قلت له ثمانهن حياك الله بيه وود اللي ودك يا حياك الله بيه
والله ابن عمي عاط وناط ويقول انا غرام وقراب. سمعت؟ انا اقول من عندي ومن عند العوارف قبري انا اللي مطعيك نطح ما هو مطعيك قفا. سمعت؟ ولا هو جاهدهن ولا مريد شاهد يريد عليه. انا اقول من عندي حق السلام انه ما يلحق الغرم. انا اقول انه بروسن وانه يجيبهن بروسن ولا ثمانهن. سمعت عليه؟ سمعت؟ وانه سالم من اثنى علي غرمه وجرمهن اللي لا جاهد ولا مريد شاهد. سمعت؟ ولا بين به الا سيه ولا ضرب رديه. سمعت؟ انا اقول انه من عندي انه ياخذ ثمانهن ويفارق خويه. ما له دخيل وان ذكرت الله يا قاضي ما له دخيل. ما له دخيل ذكر الله. دخيل العرب. صل على النبي عليه الصلاه والسلام. الدخيل ما ساق من ماله شيء، المال يسوقها الربعي. الدخيل ما يمول قضاء وفضاح والسلام هو ولا حقه انهاء. الحقه انهاء. اخذوا همبل لو انه حفظ. يقول بسباب الله وقداره. الله وقداره. المطر ما تنقر حوشه. وما هو جاحد، انا لو انه جاحد. سمعت اني لغرمه وجرمه ولا خليه يعد اخطاه ويمسح قفاه، لكن ما هو جاحد. واللي مثل هذا ابن عمه ما هو جاحد. سمعت؟ انا اقول ما عندي حق السلام انه ياخذ يعد اثمانهن ياخذ اثمانهن ولا يجيبهن بروس اللي حق السلام يتعب عليهن ويجيب. وانه وان جابهن انا اقول انه سلم من الغرم والجرم. وانا اقول انه ما جابهن. انا اقول حق السلام انهن يغرمن ويجرمن عليها ابن عمه. قضى القاضي والمحكمة. وهذا تراح القضاء عندي انا يا القاضي. وهذا اللي فرضناه يا سموع. مشاهدي الكرام، من فقرات حلقتنا لهذه الليلة جولة في البادية معنا شعراء من عشيرة بني عطية، دخيل الله سلامه القواسمة وابراهيم عودة بني عطية. ويا حياكم الله يا اخواننا الشعراء في مضاربكم، وودنا تعطونا صوره حيه عن الشعر البدوي اللي عبر عن الشهامه وعن الكرم وفي الباديه الاردنيه. والله ما ندري عاد يا اخ ابراهيم وش في عندك لنا الليله. حياك والله الجميع. والله يا طويل العمر عندي قصيده. القصيده هذه اتذكر فيها ديار الناس في الراس قبل سكنوا فيها. نعم. ونتحدث فيها عن البدو وعاداتهم الزينة باستقبالهم للضيف وتقديمهم الواجب. نعم. وهذه القصيدة يقول: البارحة كل الهواجيس لي جن، سار الكرى للعين ومخايل الطيف، كني خلوج ترعب النزل وتحن، شافت ولد هذا بحينه قرى ضيف، لما نجوم الليل عني تكالا والليل جاله من نهارك واشيف، شبيت ناري والمعاميل قلطن وانسف على المبراد من حمسة الكيف، شبيت ناري والمعاميل قلطن وانسف على المبراد من حمسة الكيف، ودلال صفر على النار يصلن وحرف الدله على الجمر تحريف تحريف، ودنيت نجر يطرب الجار لا دن صوت عذاب أهل القلوب الملاهيف، لما ركض للكيف مع صافي البن وبهرتنا الفنجال من غير تكليف، فنجال سويت على حسب الظن أحمر حمارة لون دم المراعيف، وقمت أتفكر في ليالي تعدن يوم البداوة كاسبين ومناكيف، أهل الفعول البينة ما تتقن ستر العذارة لابسات النفانيف، بديار ربع للملاقى بهم فن وانجاهم الخطار دايم مواقيف، تلقى البيوت مشرعة حين يبدن ما الفن شامة لا لفوهن مراديف، كل يقول اقراه والهرج يوزن وزاد النزاع وصار للحق تصريف، عند الكبير اللي مضى له من السن وتواردوا للحق عند العواريف، وعيا عليها اللي حسانيه جابن ورحب بهم ترحيب تلبدوا بالريف، عقبل عشاء عذناب حيل يمدن عقبل عشاء عذناب حيل يمدن دار الحديث وتبادلون السواليف.